احداث هذا اللقاء وبدايه الموسم، وان شاء الله رب العالمين يكون موسم جميل وموسم موفق يعني، وافضل كمان مما تحقق في الموسم الماضي، رغم ان الموسم الماضي زي ما قلنا لحضراتكم يعني حققوا اللقب برقم قياسي كبير جدا، اللي كما قلنا واستعرضنا الاهلي هو بطل وحامل اللقب لهذه النسخه في الموسم الماضي. محمد عبد الله بيلعب كره بينيه حلوه، وادي انطلاقه بقى وخطر عمرو خالد، عمرو خالد وتصويبه من عمرو خالد، ولكن ترجع له مره ثانيه، عامل ماتش حلو عمرو النهارده. وادي عمرو مره ثانيه بيلعب الكره العرضيه خطره جدا، والمحاوله بقى من اللاعب محمد رأفت في اللقطه الماضيه، وتعود الكره مره اخرى للنادي الاهلي ضاغطين في هذه اللحظات، انما الحقيقه عمرو خالد عامل اداء متميز جدا، وترجع الكره واحده والثانيه، وادي كباكا واحده وهوبا وهي ممكن والتصويبه جول جول. الهدف الاول في احداث هذا اللقاء، الجول الاول في احداث هذا اللقاء احمد خالد كباكا، يا سلام عليك يا كباكا، وبيسجل الهدف الاول للنادي الاهلي في مباراه اليوم، ويفرق ايه الورد عنك غير انه واخد جماله منك. وادي التصويبه الحلوه جدا على يسار بقى حارس المرمى اسلام محمد، علشان يتقدم النادي الاهلي ويترجم سيطرته على مجريات الامور ومجريات اللقاء الحقيقه، ويتقدم بالهدف الاول عن طريق كباكا، انما لعبه حلوه قوي من حارس مرمى نادي بلديه المحله اللي بيتقدم بيها الاهلي واحد لا شيء. وادي كوره والهدف الثاني، الهدف الثاني ركله ركنيه اتلعبت بسرعه او بره دي ولا ايه هنشوف. لا والله الهدف الثاني بالفعل للنادي الاهلي، الهدف الثاني للنادي الاهلي محمود وحيد، يا ولد يا لعيب يا محمود يا وحيد، يعني الركله الركنيه اتلعبت بسرعه كده، وادي محمود وحيد طالع ولعب الكره بلعبه راسيه حلوه حلوه حلوه، والهدف الثاني للنادي الاهلي في احداث هذا اللقاء، علشان يتقدم الاهلي على بلديه المحله 2-0. كره ملعوبه من كباكا انما مقطوعه البلديه، اللي بداوا بقى يطلعوا من مواقعهم الدفاعيه ويبدلوا الاهلي الهجمات، خلاص النتيجه اصبحت 2-0، ما عندهمش حاجه بقى غير انهم يهاجموا، ولكن الهجمات بتاعتهم دي ممكن تدي مساحات. ادي بقى محمد رأفت خطره ممكن يستغل، وكره بينيه حلوه يا ولد يا ولد، ايه الجول الحلو ده، ايه الجول الحلو ده، الهدف الثالث للنادي الاهلي في مباراه اليوم، والمتالق عمرو خالد بيبو بيسجل الهدف الثالث للنادي الاهلي، وارقص براحتك بقى والاحتفال والحاجه الجميله، والهدف الثالث للنادي الاهلي في مباراه اليوم، يا ولد يا لعيب يا عمرو يا خالد. ادي بقى الكوره، وادي عمرو خالد، وشوف بقى اللمسه، شوف اللمسه والنكشه الحلوه دي، شوف الحته الحلوه دي بروقان كده، يا رايق يا اللي عامل حرايق. ادي امامنا الهدف بقى للاعب عمرو خالد بيبو، انما يعني عدى من المدافع بشكل رائع جدا الحقيقه اللاعب عمرو خالد في اللقطه الماضيه، عدى من المدافع بشكل متميز، ويعني اسلام محمد بقى طلع في توقيت مناسب وانقذ نادي بلديه المحله من فرصه الهدف الرابع للنادي الاهلي من كوره صنعها لنفسه اللاعب عمرو خالد بيبو بتحركه المتميز ومهارته الكبيره في المرور من المدافع في اللقطه الماضيه. ترجع الكره مره ثانيه، ادي الهجمه والمحاوله مره اخرى للنادي الاهلي عمرو خالد بيبو، انما على طول مقطوعه، وتوصل الكره على حدود منطقه جزاء، محمد عبد الله بيلعبها حلوه الكباكه لعبد الله، بيعدي وماشي، وهل بقى هل هنشوف. ادي ركله جزاء بالفعل، ركله جزاء بالفعل للنادي الاهلي، فرصه لاضافه الهدف الرابع، تمت عرقله اللاعب محمد عبد الله داخل منطقه الجزاء. ادي الكوره ادي الكوره ادي الكوره، خلي بالك وشوف. وادي بقى الاثنين يعني عملوه سندوتش كده في اللقطه الماضيه، وهنا النادي الاهلي استطاع بقى ان يحصل لاعب محمد عبد الله على ركله جزاء للنادي الاهلي وفرصه لاضافه الهدف الرابع في احداث الشوط الاول. سلامات يا محمد، انما اداء متميز جدا من كل لاعبي النادي الاهلي النهارده. محمد عبد الله اخذ الكره ودخل بيها داخل منطقه الجزاء، خلي بالك اللعبه من اولها محمد عبد الله دخل في وسط لاعبي نادي بلديه المحله علشان يقدر ان هو ياخد الكره ويلعبها لكباكا اللي لعبها له مره ثانيه، والراجل اخذ الكره ودخل بيها داخل منطقه الجزاء، واستطاع النادي الاهلي ان يحصل بقى على ركله جزاء عن طريق لاعبه اللاعب محمد عبد الله اللي واقع على ارض الملعب، وفي لاعب ايضا من نادي بلديه المحله يعني واقع على ارض الملعب. لسه بدايه الموسم ولسه بقى اللياقه البدنيه ما اكتملتش لدى بعض اللاعبين والامور دي، انما بسم الله ما شاء الله تبارك الله على لاعبي النادي الاهلي النهارده اللي عاملين ماتش حلو قوي، كانوا عاملين معسكر في الاكاديميه البحريه وعملوا فيه مباريات وحققوا نتائج متميزه الحقيقه مع مديرهم الفني كابتن علاء عبده، وحاجه جميله جدا وحاجه محترمه وحاجه متميزه. ابطال بقى زي ما قلنا الموسم الماضي، وان شاء الله يكونوا ايضا ابطال الموسم الحالي. ادي محمد رأفت ومواجهه مع حارس المرمى اسلام محمد. محمد رأفت هل يقدر بقى يسجل الهدف الرابع في المباراه؟ هنشوف. محمد رأفت وحكم اللقاء كابتن هيثم عثمان. كابتن هيثم عثمان بيتكلم مع حارس المرمى بيقول له بقى ان هو يعني ما يطلعش بقدمه من على الخط، والتعليمات اللي كلكم حافظينها وعارفينها. وادي بقى هنا امامنا
ركلة الجزاء، ومحمد رأفت ومواجهة مع الحارس إسلام محمد حارس مرمى نادي بلدية المحلة في مباراة اليوم، وفرصة لإضافة الهدف الرابع في الوقت المحتسب بدلا من الضائع لأحداث الشوط الأول من هذا اللقاء. محمد رأفت وإسلام محمد، رأفت وإسلام ورأفت وداخل، يا ولد يا لعيب يا محمد، يا رأفت حطها حلوة جدا على يمين حارس المرمى إسلام محمد علشان يسجل الهدف الرابع للنادي الأهلي، ويا حتة سكرة كرتك في الشبكة منورة، والهدف الرابع للنادي الأهلي في أحداث هذا اللقاء عن طريق اللاعب محمد رأفت. عدى أمير وماشي لاعب الكرة هناك ناحية اليمين يوسف عبد الحفيظ اللي بيلعب الكرة لعبدين في وسط الملعب، استلام من أمير اللي دخل في وسط الملعب كده ولعبها هناك ناحية اليمين عند يوسف عبد الحفيظ. يوسف عبد الحفيظ بيلعب الكرة العرضية لمحمد عبد الله، محمد عبد الله استغل المهاره وعدى حلو قوي داخل المنطقه ولعب الكره العرضيه وممكن، ويا ولد يا ولد يا ولد بقى محمد رأفت بيسجل الهدف الخامس للنادي الاهلي في مباراه اليوم، واحلى صوره واجمل كوره وحاجه جميله جدا. النادي الاهلي النهارده وخماسيه اهلاويه من دوري الجمهوريه 2005. تبديل اوت، ادي امامنا اللاعب عمر أو ده يوسف جمال، إنما إلى خارج الملعب يوسف جمال، ورمية التماس لنادي بلدية المحلة أسامة أشرف بيلعبها على طول أمامية، يرجع ويجيبها يوسف جمال ويصلح الغلط بتاعه، وادي كرة حلوة رأفت بيلعب كرة بينية، انفراد يا ولد على الجول الحلو، يا سلام على الجول الجميل جدا في هذه اللقطة مشاهدينا الأعزاء للنادي الأهلي. وعمر سيد معوض أهو لسه بقول لحضراتكم نشوف بقى المهارات والفنيات، وادي عمر سيد معوض وبالتأكيد رايح لوالده، وحاجة جميلة جدا بيحتفل بقى هنا أمامنا مشاهدينا الأعزاء عمر سيد معوض بالهدف السادس للنادي الأهلي. عمر سيد معوض بيضيف الهدف السادس للنادي الأهلي في مباراة اليوم، إنما محمد رأفت شوف محمد رأفت بيعمل إيه، حاجة جميلة جدا. وادي بقى يا عمر يا ولد العيب عمر، وحط جول حلو قوي، لاعب المتميز جدا، لاعب لديه امكانيات كبيره جدا. وادي امامنا بقى والده الكابتن سيد معوض اللي اكيد سعيد وفرحان باداء ابنه، ربنا يحفظه ويبارك فيه طبعا. ادي امامنا ومخرجنا بقى الاستاذ محمد الدكروري معانا على طول، تتلعب الكره اماميه عاليه ومعديه واصله هناك ناحيه اليمين في وسط الملعب لكباقه، كره لعمر سيد لكباقه، ومحاولة في هذه اللحظات بيضغط عمر ويجيبها، بيضغط عمر وبيلعب كرة بينية حلوة، عمرو خالد والسابع، يا ليلة أهداف، يا ليلة أهداف النهاردة، حاجة جميلة جدا. وادي عمرو خالد بينه بيسجل الهدف السابع للنادي الأهلي. الهدف السابع، الورقة اللي معايا خلصت، ادي بقى الانطلاقة، وادي عمرو خالد بيبو، يا ولد يا لعيب حطها حلوة قوي بالقدم اليمنى على يمين حارس المرمى إسلام محمد في الموسم الماضي وأيضا في بدايات هذا الموسم. وننتظر المزيد طبعا من هؤلاء اللاعبين وهؤلاء النجوم اللي طبعا بالتاكيد جماهير النادي الاهلي دلوقتي قاعده ومطمنه على مستقبل النادي في قطاع الناشئين ان شاء الله. ادي كره ملعوبه حلوه قوي، ادي عمر معوض يا ولد العيب بيلعب كره بينيه حلوه وخطره وممكن بقى حسام عادل، وترجع لرأفت والهدف الثامن، الهدف الثامن لمحمد رأفت لاعب النادي الاهلي. 8 الاهلي لا شيء بلديه المحله في مباراه اليوم، 8 الاهلي لا شيء بلديه المحله في مباراه اليوم، افتتاحيه دوري الجمهوريه مواليد 2005، وما اجملها من بدايه، دي بدايه حلوه قوي. وادي بقى التصويبه من حسام عادل ترجع لمحمد رأفت، شوف الراجل اخذ الكره من مره واحده، هدف حلو قوي خلي بالك، اللاعب ده سجل هدف من ركله جزاء ورجع وسجل مره ثانيه بشكل متميز جدا لاعب محمد رأفت، علشان تبقى النتيجه الاهلي 8 بلديه المحله لا شيء.